السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدري طولت عليكم الغيبة. happens يصير. فإن شاء الله تعالى راح أحاول إنه كل مرة أطلع لكم أوكي وما أطول إن شاء الله الغيبة. أول شيء بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، حبيت أقول لكم إنه في كلمات، في مصطلحات تستخدمها كل امرأة متزوجة أو كل امرأة دخلت في قصة حب أو خطوبة، شيء شبه كذا. فالمصطلحات اللي دائما تستعملها هي أنا كافحت، أنا ناضلت، أنا تنازلت، أنا سويت له، أنا سويت لها. هالأشياء هذه ما أعتقد أنها صحية، لأنه أنت تربط الكلمات هذه وراها أحاسيس ومشاعر يعني، وتنتظرين من الشخص الآخر أن يسوي كذا 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 كذا. هذا لا يجوز. الإنسان على فكرة يفكر كذا، إنسان لسه ما عنده شخصيته وكيانه. يعني مثلا نعرف نساء يقولوا لي أنا تنازلت عن عملي بسبب مدري كيف، عن زواج مدري كيف. على فكرة خليني أوضح فكرة عن العمل والذات والاستقلال. الشغل أبدا أبدا يجيب لك، يعرفك على ذاتك. أنا أبغى أقول لك المعلومة هذه. ما أعتقد أن العمل يخليك إنسانة تعرفي نفسك، تعرفي ذاتك. معرفة الذات تطلع أو تتعلم لما أنت أو أنتي تحتكي مع البشر. خليني أتكلم شوية عن نفسي. أنا أصلاً ما اشتغلت لما كنت صغيرة، لا 16 ولا 13، لا اشتغلت جداً متأخر. واشتغلت يمكن الشغل اللي يعني فعلاً فعلاً شغل كان عمري يمكن 24 سنة 23 سنة. قبلها اشتغلت في، حتى لما كنت أدرس يمكن سنة سنتين في دار العجز هنا في ألمانيا. دخله كمان كان كويس، يعني طالبة ودخله كان كويس، 500-600 يورو وانت طالبة. يعني عمري كان 21 سنة يمكن كان كذا. هذا أول شغل كان لي يعني، سبحان الله. حتى ما كان يشتغل كل يوم، كنت أشتغل فقط في الويكند يعني سبت وأحد. هذا ما كان شغل أصلا. فما عرفت نفسي من خلال الشغل. أنا عرفت نفسي خلال الرياضة اللي كنت أسويها، لأن كنت أشتغل في مجال الرياضة 10 سنين. كنت أشتغل في مستشفى وكنت أشتغل في جيم لحد الحين، في مستشفى وفي جيم. يعني أنا مدربة رياضة، وكنت أشتغل في إعادة تأهيل مع الناس اللي عندهم مشاكل من جسدية وكذا. وكنت أشتغل يعني عادي. أنا ما عرفت نفسي من خلال الرياضة، يعني من خلال العمل. عملي كأنه يعني أنا أشتغل مع الجسد ومع البنية وكذا، أكيد بتتعرفي على جسدك أكثر وتعرفي على نفسيتك أكثر، ومن خلال الاحتكاك مع البشر تتعرفي على نفسك أكثر وأكثر وأكثر. يعني الكذاب اللي يقول لك من خلال العمل أنا صرت مستقلة ذاتيا وما أدري كيف، لا لا. الرجل يمكن أيوة، بس النساء لا. وبشكل عام بشكل عام الإنسان يتعرف على نفسه وعلى كيانه من خلال الاحتكاك مع البشر. يعني الإنجاب، صرتي أم أوكي، صرتي متزوجة، you have كنكي كنكي أوكي، يعني كان عندك أوكي جنس وكذا. هالأشياء هي اللي تعطيك تعرفي على ذاتك أكثر، ملاحظتك أوكي. هذه الأشياء. خلينا نرجع لموضوعنا. النساء اللي دائما تقول أنا أضحي وأنا أسوي وأنا أسوي وأنا أسوي وما يعطيني ما يعطيني ما يعطيني، أنت لازم تفكر طريقة، لازم تغير طريقة تفكيرك. لأنه الإنسان مفروض أصلا ما ينتظر شكر على أعماله. أنت لو صرتي معتدلة وأنت لو سويتي أشياء اللي هي أصلا لازم تنعمل، لا تنتظر شكرا من أحد. سمبل صح؟ يعني مثلا أنت تزوجتي وسويت اللي مفروض تسوينه أو كل إنسانة تسويه أوكي، يعني قعدت في بيتك، هو سواء هو يعني قدر هالشيء أو ما قدر هالشيء، مفروض ما تتنرفز كثير. المفروض ما تتنرفز كثير، لأنه أنت سويت الشيء تشوفوني أنت صح، فلا تنتظري أي شكر أو جزاء منه يعني أوكي.
لكل أم، لكل بنت متزوجة جديد، نصيحتي لكم ركزي في أنوثتك وركزي في أمومتك وركزي في كيانك، لأن إذا ركزتي في هذه الأشياء أوكي وصرت مسيطرة على مشاعرك وعلى عقلك، تعرفين تتعاملين مع البشر اللي هو وزوجك. الخطأ اللي دائما أسمعه من النساء المتزوجات إنهم دائما يعني يركضون وراء حقوقهم لتثبيت ذواتهم، هو كل إنسان كذا، بس النساء أكثريتهم أوكي. الرجال إحنا نقدر نسيطر عليهم، بس أنت لازم تعرفي كيف أول شيء من أنت عشان تعرفي تتعاملي صح مع زوجك. إذا أنت ما عرفتي نفسك ما راح تتعامل مع رجلك، very simple يعني القصة وما فيها. ثابري على معرفة ذاتك، ارتاحي في جسمك، ارتاحي في أمومتك، استمتعي في مع نفسك، استمتعي مع أولادك أوكي. لما تعرف شخصيتك عن طريق أولادك وعن طريق نفسك، ذيك الساعة بتتعلمين كيف تتعامل مع زوجك وتأخذين القرار الصح. مكثر أكثر الناس يتطلقون على فكرة لأنهم فقط يقولون دائما هو ما سوالي، أنا اللي دائما أسوي، هو هي هي، أنا هو. تسمع فقط الكلمات هذه، فهذا إذا دل على شيء إنما يدل على عدم نضجكم، وتأخذون قرارات من باب العاطفة يعني مش قرارات عقلية، وفي الآخر تندمون، في الآخر تقولون لما تراجعون ذواتكم تقولون والله يا ريتني ما تسرعت في هذا القرار، يا ريتني ويا ريتني ويا ريتني. أوكي، إذا عندك الحين مشكلة مع زوجك تقدرين تحليها. أنا أؤمن أن كل مشاكل 70% 90% 70-80% تقدر تنحل بالكلام. أول شيء فهموا نفسكم عشان تعرفي تتعامل مع الشخص اللي أنت معه، هذه النقطة. والكلمات ترى تأثر، الكلمات اللي تطلع من فمك، الكلمات اللي تسمعيها كلها تأثر، كلها تأثر. الإيجابيات تأثر والسلبيات تأثر، في كلمات تحبطك، في كلمات تخليك يعني سعيدة، وفي كلمات تكسرك، في كلمات تحطمك، في كلمات تأذيكي أوكي. فركزوا على كلماتكم ولا تستعملوا كل كلمة من باب بدري كيف، يعني مثلا اللبنانية والسورية الشام دائما يقولوا انهز بدني يقبرني، هالكلمات جدا أنا أشوفها غير طبيعية، هم يشوفوها طبيعية أنا ما أشوفها طبيعية أوكي، لأنه هالكلمات تدور إنك أنت جدا إنسان عاطفي وغير غير ثابت، لأنه إذا عندك مشكلة واحدة فقط بتنهز. فالثقة بالذات ومعرفة الذات جدا مهمة للظروف الصعبة، للظروف الصعبة عشان تعرف تفكر وتأخذ القرارات الصح وتعرف تسيطر على الظروف، مش الظروف سيطر عليك. هذا والسلام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة، وأراكم في فيديو جديد ومواضيع جديدة. مع السلامة.